إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان متزوجا بهذا العدد، ومع ذلك عاش عيشة هنيئة، فما بالنا نحن؟ ليس عند أكثرنا إلا امرأة واحدة، ومع ذلك كثير من الناس يعيش الضنك والضيق والشقاء والتعاسة والمشاكل اليومية، حتى أننا مع كامل الأسف ولينا تنحطم الأرقام القياسية في حالات الطلاق، وهذا أمر لم يكن معهودا عند المسلمين من ذي قبل. كانت حالات الطلاق في بلاد المسلمين واحد الحاجة اللي هي نادرة، قليل فين كتسمع شي واحد طلق مرته، شي حاجة من النوادر كانت. دابا الآن ولات شي حاجة من المسلمات، من الأمور العادية جدا، حتى أننا وصلنا حاليا 800 حالة يوميا في المغرب بوحده، 800 حالة في النهار، أما في السنة فتنا 26,000. يبقى لأن حالة الطلاق أكثر من حالة الزواج، لا لا، خصوصا مع هذا العزوف اللي ولا عند بعض الشباب. كي بعض الشباب تيقول لك أنا ما تنفكرش في الزواج، علاش أخويا؟ باقي ما تنفكرش. لا، خصك تفكر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أنت ماشي لخاطرك، أنت ماشي لخاطرك تفكر لما تفكر، تبغي ولا ما تبغي، أنت مأمور، أنت عبد، خلقك الله عز وجل وأمرك بعبادته، ومن عبادته أن تتزوج، لأن عز وجل خلق لك المرأة لتكمل نقصك وتكمل نقصها، وتبني نواة المجتمع اللي هي ديك الأسرة الصالحة المباركة اللي كيكون منها كيشع نور الاستقامة ونور الهداية ونور الصلاح. أما لبقى دري زوفري وبيتزها مع راسه وبيعيش الحياة بين قوسين في زعميه هو، الحياة ديالاش ديال المعاصي ديال المنكرات، لأن إبليس راه ما غاديش يقيله، ما غادي تفرقش معاه. كذلك البنت الى تايبه تعيش طارجليت، ها باديرش بادير فيها راجل، بغات تمشي تخدم وبغات تعيش الحياه ديالها، اش غدير؟ تا غدوزها يا مصاحبه، وغدوزها التفرويح والشاط والتيك توك والبلايا السوداء التي تعرفنا. والمجتمع فين غادي بهذه الطريقه هذه؟ الى اين؟ الهاويه، الهاويه والانحراف والهلاك، وهذا ما يريده اعداء الدين.